حتى العباد ما تخلطش في روسهم. 20 شو معناها 20 مليار بالنسبه لي انا؟ عندك تقريبا طابق نتاع مكاتب في باريس في اليوم، مكاتب تاع الشركه نتاعي في باريس، طابق نتاع مكاتب يعمل تقريبا 6 7 مليار دولار، هذا في باريس. عندي طابق نتاع مكاتب في اليوم تقريبا 3 4 مليار دولار. عندي الشركه نفسها تشوف الاسهم نتاعها والربح نتاعها قاعد يحسب بقداد، يحسب تجيبك على الاقل 7 8 مليار دولار. طابق اخر هذايا؟ لا مش طابق اخر هذايا.